يعني الموطن الام عربي ان في فينا نقول انه الهويه صارت اجنبيه موطن مش عم بحكي عن الجنسيه مش عم بحكي عن الباسبور لا لا انا ولدان من عائله كرديه م. على الحدود السوريه التركيه نعم وجيت على بيروت اخذت باسبور لبناني وعن طريق زورك لصيادين سمك رحت لنيقوسيا ولاتينا وبعدين فيينا كان لا. من 36 سنه نعم